ازيكم حبايبي، بتمنى تكونوا كلكم بخير. ايه رأيكم نعمل مع بعض سلطة الطحينة بطريقة جديدة، وكمان هنضيف عليها مكون هيخلي طعمها حلو جدا وكمان بتكون غنية. يلا بينا بقى نشوف المقادير بتاعتنا السهلة البسيطة. اول حاجة حضريها وهي الطحينة. هنا انا استخدمت نص كوباية كبيرة من الطحينة. هبتدي احط عليها البهارات وهي ملح وشطة وكمون وتوم بودرة، وكمان هضيف معلقة كده من الخل، وكمان هضيف عصرة نص ليمونة. لو مش حابة تحطي توم بودرة حطي توم فريش براحتك، الاتنين بيدوا نفس التأثير. هنا بقى المكون بتاعنا اللي بيخلي سلطة الطحينة بتاعتك في منتهى الجمال، وهي الزبادي. استخدمت هنا علبة زبادي بلدي، وبالنسبة للمية انا ضفت هنا 3 معالق بس من المية، وبعد كده هشوف لو هي محتاجة تاني هبتدي طبعا اضيف بالتدريج، وهي طبعا هتحتاج مية تاني. كل ما بقلب فيها وبلاقيها بتتقل معايا ببتدي ان انا اضيف المية. بلاش انتي تتسرعي وتضيفي المية كلها مرة واحدة علشان ما تخفش منك. طبعا ببتدي ان انا اقلب فيها لحد ما تديني كده قوام انسيابي وبتكون ناعمة جدا، وبتأكد ان كل حاجة دابت مع بعض. تقدري بقى تقدميها في طبق التقديم وتزينيها براحتك جدا. هديكي هنا بس ملحوظة صغيرة، علشان لو الطحينة بتاعتك زودت لها مية وبقت خفيفة هتعملي ايه؟ هاتي معلقة صغيرة اللي هي معلقة الشاي، حطي فيها شوية من الدقيق وحطيها على الطحينة وقلبيها كويس جدا، هترجع تتقل معاكي تاني. انا هنا قدمتها بقى في الطاجن وحطيت عليها كده قطعة من الفلفل الاخضر ورشة من الشطة علشان تديلها شكل حلو. يا رب تكون الفكرة عجبتكم واكون قدمت لكم فكرة جديدة، وبتمنى ان انتوا تجربوها.